قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. أيها المسلمون، مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جاء بالإسلام، وهو المبعوث رحمة للعالمين. وقد ظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن الدين سيموت بموته، وأن البناء سيتهدم، وأن السيف سيثلم، وأن رحى الإسلام بعده لن تدور، بيد أن الرد جاءهم أقوى مما كانوا يتوقعون. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه مقولته تلك التي سطرها التأريخ في سجلاته، ونصب تذكارها في متحفه، فترددت على مسامع الأجيال جيلا بعد جيل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وتلقف تلك الكلمات من جاء بعده من حكام المسلمين، وفهموا مغزى الآية ومراد الله تعالى منها. فذلكم أن قيمة المفقود مهما عظمت ومهما بلغت فإنها لن توقف عجلة الحياة، ومطلوب ممن بقي بعده أن يمارس الخلافة فيها، وأن يعمرها، وأن يواصل المسيرة ليكمل ما بدأه سلفه. وهكذا كان من فضل الله تعالى علينا، بعد أن ظن المرجفون أن خلفاء فقيدنا سيقتتلون، وأنهم مختلفون لا يجتمعون، واختلقوا القصص ونشروا الأكاذيب، وانتظروا بفارغ من الصبر أن يموت الملك فينكسر الإناء ويتهدم البناء، وظلوا يترقبون حصول أمانيهم. فخاب ظنهم باجتماع الكلمة، وتقطعت قلوبهم حين بدا للناظرين أن ما ظنوه ماء لم يكن إلا سرابا، وما أملوه من فرقة واختلاف نال من المراقبين الحدث من التفاهم والتناغم والتآزر تقديرا وإعجابا. فقال لهم لسان الحال قولا أبلغ من كل مقال: ونقول لهم موتوا بغيظكم، ففي وحدتنا فرقتكم، وفي اجتماعنا مصيبتكم، وفي تآلفنا هزيمتكم، ونحن على النهج باقون، وخلف خلفه سائرون. إخوة الدين والعقيدة، في موت الملك رحمه الله مع عظم المصاب نفحات من المولى ورحمات، نثبت للناس بذلك أن هذه البلاد منبع السنة. فسيسجل فقيد في جنازة مهيبة لن تجاوز السنة قيد شعره، وفي قبر مثل قبور المسلمين سيدفن، لن يشيد عليه صرح، ولن يقام عليه ضريح، ولن يجعل له مزار، ولن تنقله المدافع، ولن تشيعه الموسيقى، كما فعل بغيره ممن فتنوا الناس بالبدع والأباطيل. فلله الحمد ثم لله الحمد ثم لله الحمد، حتى في موت عظمائنا يبدو للناس كم نحن عظماء: عظماء في الاتباع، عظماء في ترك الابتداع، عظماء في إثبات أننا من الممكن أن نختلف كما يختلف غيرنا، لكن خلافنا لا يزيل الإخاء، ولا ينبت الشحناء، ولا يتولد منه العداوة والبغضاء. خلافنا إن وجد خلاف تنوع لا تضاد، يشد من التلاحم ويزيد الحاقدين غما، فيسعدنا ويجعلهم بنا أشقياء. اللهم إني أحد رعية عبدك عبد الله بن عبد العزيز الوافد إليك، الفقير بين يديك، والمعول في قبول أعماله عليك. فإن كان لي حق عليه فقد أبحته منه ووهبته له وتصدقت به عليه، فمن عليه بالحق الذي لك فاغفره له وتجاوز عنه، ومن عليه بواسع رحمتك، وأسبغ عليه لباس مغفرتك، واجمعه بمن سبقه من ملوك هذه البلاد في جنات ونهر، واجعل قبره من خير منازله، ونوره له واجعله له روضة من رياض الجنة،
وتقبل منه ما قدمه لدينه ولبلاده وشعبه، وألحقه بالصالحين، آنس غربته واغفر زلته وآمن فزعه وثقل ميزانه واسقه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشره في زمرته وتحت لوائه، وأدخله جنتك بغير حساب ولا عذاب، واخلفه في أهله بخير، ووفق خلفه الملك سلمان بن عبد العزيز لما يرضيك، وأعنه على ما تحمله من الأمانة، وارزقه خير البطانة، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه لما تحب وترضى، واجعله هاديا مهديا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية بحفظك، واكلأها برعايتك، ومن عليها من واسع فضلك، واحرسها بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يضام، وصد عنها شر الكفرة اللئام، واحمها من غدر الخارجين على الإمام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.